بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، نلتقي معاكم اليوم في مقرر فيزياء 3 فيز 218 للصف الثاني ثانوي المسار العلمي. درسنا اليوم هو الدرس الثاني من الفصل الثاني، عنوان الدرس الرنين. نبتدي مع بعض أعزائي الطلبة، نشوف أهداف الدرس وبنشوف بعدين اللي هو القوانين راح نستخدمها اليوم وتطبيقات. أتمنى عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أنكم تجهزون ورقة وقلم والكتاب المدرسي يكون أمامك، بحيث أن أنت يعني تتابع ما سيتم ذكره في درس اليوم. أهداف الدرس: توضيح مفهوم الرنين وكيفية حدوثه. الهدف الثاني: تطبيق الرنين في الأعمدة الهوائية المفتوحة والمغلقة، وتوضيح كيفية حدوث الرنين في الأوتار. طبعاً أعزائي الطلبة، إحنا ذكرنا في الدرس السابق اللي هو درس خصائص الصوت كيف ينتج الصوت، وذكرنا بأن الصوت ينتج بسبب اهتزاز الأجسام، ويؤدي اهتزاز الأجسام إلى تحريك الجزيئات التي تتسبب في إحداث تذبذب في ضغط الهواء. وذكرنا بأن الموجة الصوتية تتكون من تخلخلات وتضاقطات، يعني عندي مناطق يكون فيها ضغط مرتفع ومناطق يكون الضغط منخفض. هذا تم ذكره في الدرس السابق. درسنا اليوم راح نتطرق إلى مفهوم جديد في الفيزياء، وهو ظاهرة الرنين. ماذا تعني حالة الرنين؟ الرنين هو حالة خاصة في الحركة التوافقية البسيطة تحدث عندما تؤثر قوة صغيرة في فترات منتظمة على جسم مهتز، مما يؤدي إلى زيادة اتساع الاهتزاز. ويحدث الرنين لتقوية أو تعزيز الموجات عن طريق تداخل الموجة الصادرة والموجة المنعكسة لتوليد موجة مستقرة. لاحظ عزيزي الطالب الصورة اللي أمامك، عندي مصدر الصوت هني شوكة رنانة. عند طرق الشوكة الرنانة يهتز فرعي الشوكة الرنانة وينشأ عن اهتزازهما صوت، فينتقل هذه الموجات الصوتية إلى الأذن لنسمع. كيف يحدث الرنين أعزائي الطلبة؟ نركز مع بعض في عملية حدوث الرنين. يلا، عندي شوكة رنانة عزيزي الطالب، لاحظ معاي هني شوكة رنانة. هذه الشوكة الرنانة سوف تولد موجات صوتية، فإذا هي هذه الشوكة هي عبارة عن مصدر الصوت. هذه الموجات الصوتية كما ذكرنا أعزائي الطلبة عبارة عن تذبذبات أو اهتزازات مرتفعة ومنخفضة الضغط. ماذا يحدث لهذه الموجات؟ لاحظ عزيزي الطالب في هذه التجربة اللي أمامنا، عندنا قلنا الشوكة رنانة، عندي أنبوب أو عمود هوائي وعندي أنبوب فيه ماء. لاحظ بأن عندما تتحرك الموجات اللي تصدرها الشوكة الرنانة إلى أسفل عمود الهواء، ماذا يحدث؟ سوف تصطدم بسطح الماء. عند اصطدامها بسطح الماء سوف تنعكس مرتدة إلى الشوكة الرنانة. ماذا سوف يحدث بعد ذلك؟ إذا وصلت موجة الضغط المنعكسة إلى الشوكة الرنانة في اللحظة نفسها اللي الشوكة قاعد أوريدي تصدر موجة أخرى، فإذا يحدث تقوية لموجة الصادرة والموجة المنعكسة. عندي موجة صادرة وموجة منعكسة، هذه التقوية أو التعزيز للموجات يولد عندي أعزائي الطلبة موجة مستقرة، فتحدث عملية الرنين. واضح أعزائي الطلبة كيف يحدث الرنين؟ طبعا ذكرنا أعزائي الطلبة بأن الرنين يحدث في الأعمدة الهوائية. عندنا نوعين من أنواع الأعمدة الهوائية: عمود هوائي مغلق وعمود هوائي مفتوح. كما هو موضح في الشكل اللي أمامك عزيزي الطالب، عندي هني عمود هوائي مغلق بحيث أنه يكون أحد طرفيه مغلق. في الشكل الثاني لاحظ بأن العمود هوائي مفتوح،
لاحظ بأن طرفين اللي هو العمود بيكونون مفتوحين. كيف يمكن أن نمثل الموجة الصوتية في العمود الهواء؟ تمثل الموجة الصوتية أعزائي الطلبة بموجة جيبية. شلون؟ تمثل بإما بعندي تغيرات في ضغط الهواء أو تغير في إزاحة جزيئات الهواء. طبعاً إحنا ذكرنا أعزائي الطلبة بأن الموجات المستقرة اللي راح تتكون نتيجة حدوث الرنين لها عقد ولها بطون، كما هو موضح في الشكل اللي أمامكم. عندي هني في العمود المغلق، لاحظ عزيزي الطالب بأن في منطقة العقدة يكون الضغط متوسط، وفي منطقة البطن هني العقدة، لاحظ عزيزي الطالب، وفي منطقة البطن يكون الضغط مرتفع أو منخفض. أما في العمود المفتوح لاحظ اللي هو الضغط عندنا هني، هني العقدة، هني البطن، وهني عندي عقدة. في منطقة العقدة بيكون عندي الضغط متوسط، وفي منطقة البطن ضغط مرتفع، وكذلك هني عندي عقدة فبيكون الضغط متوسط. واضح عزيزي الطالب؟ أعزائي الطلبة، نريد الآن إيجاد طول عمود الهواء في حالة الرنين. طبعا أنا إذا أوجدت طول عمود الهواء راح أستفيد منه أن أنا راح أوجد الطول الموجي لموجة الصوت، وكذلك سوف أوجد التردد لهذه الموجة. بنشوف الحين مع بعض العلاقات بين هذه الأطوال. لاحظ عزيزي الطالب بأن عندك في العمود المغلق في الشكل اللي أمامك يكون طول عمود الهواء لما يكون في حالة الرنين يكون طوله عدد فردي. ركز عزيزي الطالب، يكون عدد فردي من مضاعفات ربع الطول الموجي. طبعا نرمز للعمود طول العمود بالرمز L، فإذا L هو طول عمود الهواء. أنتقل الآن أعزائي الطلبة إلى العمود المفتوح. لاحظ عزيزي الطالب لما يكون العمود المفتوح في حالة رنين الطول العمود اللي هو L يكون عدد زوجي من مضاعفات ربع الطول الموجي. نركز أعزائي الطلبة في هذه الجزئية. أنتقل الآن إلى إيجاد الترددات، تردد العمود الهواء في حالة الرنين للعمودين. عندي هني العمود المفتوح، طبعا أعزائي الطلبة ممكن أنتم الحين فاتحين الدفتر والقلم في يدكم وتكتبون معاي اللي هو النقاط الأساسية في الدرس. عندي هني العمود المغلق، لاحظ عزيزي الطالب بأن اللمدة اللي هي الطول الموجي تساوي 2L في العمود المفتوح، ولاحظ عزيزي الطالب بأن لمدة اللي هي الطول الموجي للموجة الصوتية في هذه الحالة عمود المغلق تساوي 4L. ضروري نركز على هذه الجزئية. طبعا احنا ذكرنا بأن L هي تساوي طول العمود. طبعا احنا نعرف العلاقة بين الطول الموجي يساوي السرعة على التردد. واضح أعزائي الطلبة؟ ناخذ مثال على اللي هو الأعمدة الهوائية المفتوحة. لاحظوا الشكل اللي أمامكم أعزائي الطلبة، تشكل اللي هو الموجة الصوتية داخل العمود. عندي نفس ما قلنا اللي هو البطن والعقدة، وكذلك هني بطن عقدة بطن عقدة، وكذلك في الشكل الأخير. لاحظ بأن القانون اللي احنا ذكرناه في طول عمود الهواء اللي هو L يساوي اللي هو N على 2 في لمدة. نذكر أعزائي الطلبة وننوه بأن N هي عدد صحيح، يعني 1 2 3 4، وتعتمد على اللي هو شنو التردد أو اللي هو الرنين. عندي رنين أول، عندي رنين ثاني، وعندي رنين ثالث. لاحظ عزيزي الطالب هذا اللي هو الطول الموجي، وهني عندنا التردد.
أنتقل الآن إلى جزئية ثانية اللي هو الرنين في الأوتار. الرنين في الأوتار أعزائي الطلبة تختلف أشكال الموجة فيه اللي هو الأوتار المهتزة اعتماداً على طريقة توليد الموجة. فعندما يهتز الوتر يكون عقدة عند كل طرف. لاحظ عزيزي الطالب الوتر عندي عقدة عند كل طرف من طرفي الوتر. متى يحدث الرنين أو كيف يحدث؟ عندما يكون طول الوتر اللي هو L مساوياً لمضاعفات الطول الموجي. أعزائي الطلبة طبعاً سرعة الموجة في الأوتار تعتمد على عاملين، العامل الأول قوة الشد في الوتر، والعامل الثاني كتلة وحدة الأطوال من الوتر. طبعاً لاحظ أعزائي الطلبة بأن الرنين في الأوتار مشابه للرنين في الأعمدة الهوائية المفتوحة، وربما لاحظته وهذه اللي هو التنبيه. ننتقل الآن إلى جزئية أخرى وهي الضربات. كيف تحدث الضربات؟ تحدث الضربات نتيجة تراكب موجتين صوتيتين ويكون بينهم اختلاف قليل في التردد. طبعاً تردد الضربة يساوي، عندنا هاي القانون نستخدمه عزيزي الطالب، لاحظ معاي، تردد الضربة يساوي ماذا يساوي؟ طبعاً تردد أرمز له بالرمز F. فإذا تردد الضربة يساوي مقدار الفرق بين ترددي الموجتين، هني A رمز لها اللي هي الموجة الأولى وعندي B الموجة الثانية، فبتكون علاقة فرق بين الترددين. واضح أعزائي الطلبة؟ إنزين، نريد الآن أن نطبق ما تم ذكره وما تم شرحه في الدرس. نجهز الورقة والقلم والآلة الحاسبة عشان نشتغل ويا بعض. وإحنا دائما نذكر وننوه عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، كل ما حليت أكثر وخذت يدك على الحل راح تركز في المعلومة أكثر وأكثر. نأخذ التمرين الأول مع بعض. عند استخدام شوكة رنانة بتردد 440 هرتز مع أنبوب مغلق، سمع أعلى صوت عندما كان طول عمود الهواء 19.7 سنتيمتر. ما سرعة الصوت في هذه الحالة؟ وهل درجة الحرارة في الأنبوب أكبر أم أقل من درجة الحرارة الطبيعية للغرفة وهي 20 درجة مئوية؟ وضح إجابتك. ناخذ وقت أعزائي الطلبة نقرأ المسألة عدل، نطلع المعطيات، أشوف شنو المجهول وما هو القانون اللي راح أستخدمه في الحل. يلا طبعا لاحظ عزيزي الطالب بأن ذكر في السؤال أنبوب مغلق، فإذا أنا راح أتبع اللي هو القوانين المتبعة في الأعمدة الهوائية المغلقة. ذكر عندك التردد، فإذا هنا تردد الشوكة 440 اللي هو F تساوي 440 هرتز. أتمنى عزيزي الطالب أن أنت حليت قبل لا أنا أبتدي في الحل وطلعت المعطيات. عندما كان عندي طول عمود الهواء، ذكر بأن طول عمود الهواء 19.7 سنتي، وإحنا قلنا L اللي هي طول عمود الهواء 19.7 سنتي، ضروري أحولها إلى المتر عزيزي الطالب. سرعة الصوت في هذه الحالة فإذا المجهول هو الفي، سرعة الصوت. ولاحظ عندي اللي هو الفرع الثاني أو الجزئية الثانية من السؤال، ذكر هل درجة الحرارة في الأنبوب أو العمود المغلق أكبر أم أقل من درجة الحرارة الطبيعية للغرفة. نشوف مع بعض حل التمرين. لاحظ عزيزي الطالب بأن بستخدم قانون العمود المغلق اللي قلنا أن طول العمود يساوي لمدة وهو الطول الموجي على 4. فإذا تعويض مباشر بالقيم اللي عندي، 4 بضربها في طول العمود اللي حولته إلى متر، بتظهر عندي إجابة طول العمود 0.788. لاحظ عزيزي الطالب هذه الإجابة، وما أنسى الوحدة متر لأن طلب مني طول. إزين طبعا القانون الثاني راح استخدمه اللي هو قانون الطول الموجي للموجات،
واحنا نعرف هذه القانون عزيزي الطالب بان السرعه تساوي الطول الموجي اسفه يساوي السرعه على التردد. تعويض مباشر كذلك بالقيم اللي عندنا فتظهر اجابه اللي هو السرعه تساوي 347 متر لكل ثانيه وهي وحده السرعه. أنتقل إلى الجزئية الثانية من السؤال، هل درجة الحرارة تكون أكبر أو أقل من 20؟ طبعاً بتكون أكبر لأن القيمة اللي عندي اللي هي الفي اللي ظهرت 347 متر لكل ثانية هي أكبر من سرعة الصوت عند 20 درجة وتساوي 343 متر لكل ثانية. واضح أعزائي الطلبة؟ واضح. انتقل الآن إلى تمرين ثاني. تعزف على بيانو نغمتين، عندنا بيانو قاعد يعزفون عليه نغمتين، إذا كان تردد إحدى النغمتين 262 هرتز وتردد الأخرى 266 هرتز، ما عدد الضربات التي يمكن سماعها خلال 5 ثواني؟ يلا فكروا في الإجابة أعزائي الطلبة. نفس ما قلنا أقرأ المسألة أطلع المعطيات اللي عندي أطلع المجهول ثم أشوف شنو القانون اللي لازم أستخدمه في هذه الحالة. لاحظ بأن عطاني تردد أول، فإذا عندي هذه F1 أو FA وعندي التردد الثاني F2 أو FB، يبي عدد الضربات. طبعا بستخدم قانون عزيزي الطالب، قانون تردد الضربات وهو الفرق بين الترددين اللي أمامنا، فبتطلع الإجابة بأن F للضربة تساوي 4 هرتز. هل هذا هو المطلوب عزيزي الطالب؟ هل هذا هو المطلوب؟ لا، هو يريد في السؤال عدد الضربات. طبعا احنا نعرف في خذينا سابقا في الموجات بأن التردد يساوي عدد الضربات أو عدد الاهتزازات على الزمن. عطاني الزمن 5 فبعوض عنه وبيطلع عدد الضربات تساوي 20 ضربة. واضح عزيزي الطالب؟ وبكذي أعزائي الطلبة انتهينا من درس اليوم، أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا كذلك في هذه الحصة. كل الشكر لحسن استماعكم، نلتقي معكم إن شاء الله في درس آخر.